احنا ما اتفقناش على كده يا علا. مالك متعصبه ليه؟ اللي متعصبه ليه؟ يعني انتوا تخلصوا من اختكم وتقع فيا انا في الاخر؟ بس وطي صوتك، رفعت لسه جاي من البنك ونايم. استهدي بالله كده وقولي لي في ايه اللي حصل. اللي حصل ان محي هيشغل سلمى معاه النهارده، طلب من السكرتيره تعمل عقد شغل باسمها، يعني هتبقى قاعده في وشه ليل نهار. انتوا تخلصوا منها وهي تبقى قاعده في وشه، يعني حطينا النار جنب البنزين. ما تبيش على نياتك، وبعدين ما تزعليش مني، ما كان قدامها زمان وما حصلش. لا يا حبيبتي، زمان سلمى كان ليها شنه ورنه، انما دلوقتي دي رد سجون. اديكي قلتيها بنفسك، يعني مفيش اي جديد. تلاقي يا ستي بيساعدها من باب العشم والقرابه يعني. قرابه؟ اذا كان انتوا اخواتها وبعتوها. سوري يعني مش قصدي، ما تزعليش مني. لا احنا مش بايعينها يا صفاء، احنا بس مش هيجينا من وراها غير الاذيه، وكل واحد دلوقتي بقى ليه حياته، وحياتنا كاخوات انقطعت بموت ابونا. يعني انتوا بعتوها عنكم وقعت في نصيبنا في الاخر. خلاص يا بنتي اهدي اهدي، انا هتكلم مع محيي واشوف ايه الموضوع. اهدي بقى. ايه رايك يا سمير بيه؟ والله مشروع كويس، بس انا ما كانش في دماغي حكايه الدمج دي، كنت فاكر شركه جديده بعيده خالص عن شركاتنا الاصليه. ده كان مجرد اقتراح مش اكتر. ايوه، ما هو انت المفروض كنت تفهمني قبل ما اجي عشان توفر على نفسك داتا وتنسيق. انا قلت هنجح في التفاوض معاك. معلش جلت منك المره دي، وبعدين انا لو دخلت معاك هدخل لوحدي بعيد خالص عن بيزنس ابويا. بس ده شركه في الحجم ده، اعتمادات البنوك وتفاصيل استيراد الماده الفعاله هو ده اللي انت محتاجه مني، مش كده؟ كويس كويس انك فاهم كل ده. انا ما ببصش على مصنع وكام عقد توريد، انا بتكلم عن توكيلات لادويه لاول مره بتنزل الشرق الاوسط. وانا معاك، بس سيبني كده ارتبها في دماغي وراجع كل حاجه وارد عليك. انا منتظرك. طب مش عايز حاجه؟ تمام. سلام عليكم حبيبي يا ابو سمره. دلوقتي خليك وراها، ما تغيبش على عينك ثانية واحدة. سلام. أنا ما اتصرفتش من دماغي يا علا، ده بدل ما تشكريني. أمال إحنا كنا بنبعدها ليه يا محي؟ تقدري تقولي لي هتعمل إيه بعد ما خرجت من السجن؟ نقابة ومشطوبة منها، وشغلها القديم مستحالة ترجع له تاني، تقول بقى. سلمى عندها اللي يكفيها وزياده، وشقتها مكتوبه باسمها، يعني مش محتاجه لحد في حاجه، يبقى لا ضرر ولا ضرار. مش سلمى يا علا اللي تعيش وتصرف، وانت عارفه كده كويس. في الظروف اللي هي فيها دي اكيد محتاجه حد يقف جنبها. انت نفسك قلتي لي ان جيرانها اتصلوا بيكي وبيقولوا لك انهم مش عارفين يتعاملوا معاها، يبقى لا الماضي هيعتقها ولا الناس هترحمها.